في بلادنا الكثير من الموهوبين والمخترعين الذين ظهروا مؤخرا. الساحات التقت شابا يحمل في حوزته 30 اختراعا ويطالب وزارة الصناعة والتجارة تسجيل اختراعاته ليتمكن من البحث. أهم اختراعاته هو تشغيل سيارته عبر الهاتف. نتابع. تزخر اليمن بالعديد من العقول البشرية التي تسعى إلى الاختراع. هنا شاب في منتصف عمره لديه اختراعات كثيرة. يمكن تشغيل هذه السيارة عن طريق اتصال هاتفي وإغلاقها بمكالمة أخرى. فكر وحلل ثم اخترع، فميز سيارته القديمة هذه عن بقية السيارات. استغنى تماما عن هذا واستبدله بهاتفه النقال، فمن أي مكان يأمرها باتصال هاتفي وسرعان ما تستجيب للأمر. تأمل الرجل كثيرا وبعمق، فمزج التكنولوجيا الحديثة بالقديمة، فربط هاتفه مع محرك السيارة ليتحدى اللصوص، لكنه أبى الإفصاح عن الفكرة. إذا كشفنا عن ما هي عوقه التصميم، تعتبر هذه الفكرة ليس فكرتي. الفكرة في تحليل ربما تعتمد على مبدأ تنفيذ الأوامر عبر الموجات اللاسلكية ومن خلال خطي اتصال. الأول يكون في هاتف السائق وهو مصدر الأوامر، فيما الآخر مرتبط بمحرك السيارة والذي يعمل على تحويل أوامر المكالمة الهاتفية إلى حركية، فيأمر المحرك بالحركة وبالاتصال الآخر يأمره بالتوقف. هذا الاختراع واحد من 30 اختراعا يحمله منير في حوزته. الدفاية المعدلة بالفحم والماء والكهرباء، دفاية غير هذا المدفاة اللي تعمل على احتراق المنازل وتعمل لك اشكالية واختناق. البطارية الذكية، بطارية بدون اصابع على جهاز حساس بين الاسيد، يعني انه اذا نقص مادة الاسيد يعطيك اشارة في الطبلون انه هناك خلل في البطارية. جهاز حمولة زائدة، هذا الجهاز هو بسبب الحمولة الزائدة في الشاحنات وما هي الاضرار الناتجة عن هذه الحمولة الزائدة. اولا الطريق، يعني نقول خسارة مادية واحيانا ينتج بشرية. يعني كل ما يمكن ان يحصل عليه منير هي براءة اختراع، بعدها سيعمل على نشر جميع اختراعاته. قال الرجل الشارح الساحات تعز.